الذكرى بتبقى بعد موت الإنسان وإبداعه بيستمر رغم رحيله، والحكايات دايماً ليها بصمة مش بتنتهي، وبالأخص حكايات المخرج العالمي يوسف شاهين اللي دايماً كان بيسيب بصمة ملامحه وملامح بلاده في كل أعماله الفنية. حكايتنا النهاردة عن يوسف شاهين. اتولد لأب اسكندراني وأم يونانية، وكانت نشأته في أسرة متفتحة وبيتكلموا 4 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية واليونانية، وده طبعاً خلاه شاب مثقف. خد مبادئ الثقافة الفرنسية في المدرسة الفرنسية بإسكندرية، وبعدها خد الثقافة الإنجليزية من مدرسة كلية فيكتوريا الثانوية، واتنقل شاهين للثقافة الليبرالية الأمريكية لما سافر يدرس التمثيل في ولاية كاليفورنيا، ورجع مصر واشتغل مساعد مخرج للتصوير السينمائي مع مدير التصوير الإيطالي ألفايس أورفانيلي. حب يوسف شاهين فاتن حمامة جداً وكان عايز يتجوزها، بس ما قدرش يصريحها بحبه وبإنه عايزها تكون شريكة حياته. كان دايماً خايف من رفضها الحب وإن الرفض ده هيكسر قلبه وهيخليه حزين، وفضل كاتم حبه في قلبه وهو شايف قصة الحب القوية بينها وبين عمر الشريف، وكمان ساعدهم يقربوا أكتر بالقبلة اللي أنهى بيها فيلم صراع في الوادي، واحتفظ بسر حبه لسيدة الشاشة العربية، ولكنه كان دايما حاسس بخيانة صاحبه اللي حطه على أول طريق الفن بسبب حبهم لبعض. القصة دي دخلت يوسف شاهين في حالة نفسية صعبة، وحاول الانتحار ولكنه فشل بعد ما خلص تصوير الفيلم، وهو بنفسه قال الكلام ده في لقاءات صحفية عديدة في نهاية تمانينات القرن الماضي. وبعد محاولته للانتحار ارتبط عاطفيا، وتحول الارتباط لجواز لنهاية العمر مع زوجته الفرنسية. ومن المواقف اللي مقدرش ينساها التاريخ ليوسف شاهين انه قال في احد اللقاءات التلفزيونية موقف جمعه مع كوكب الشرق ام كلثوم. بيحكي شاهين الموقف وبيقول: اتفاجئت في يوم من الايام ان البلد كلها بتدور عليا والدنيا مقلوبة، وكلمني وكيل وزارة الثقافة بان الست عاوزاني، وبالفعل رحت لها حي الزمالك وقعدت 20 دقيقة منتظرها وشربت فنجانين قهوة، وبعدها دخلت عليا وقالت لي انا اخترتك تعمل لي الاغنية الجديدة. الكلام ده بعد ما حصلت كوكب الشرق على وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر، وقالت أم كلثوم ليوسف شاهين لما قابلته الأغنية دي هتتعرض في التلفزيون، فرد عليها يوسف شاهين وقال لها ده شرف عظيم ليا.